مساء الخير، مستمرين في حلقتنا عن الحوار في القرآن، وإن يكون عندنا كتاب متسجل فيه حوارات اللي صاغها ربنا سبحانه وتعالى، فأكيد الحوار ده مليان أسرار ومليان استنباطات فيها خلاصة معاني ضروري توصلنا ونعيش بيها. والحكمة من الحوار في القرآن لأن ربنا ميز الإنسان عن كل الخلق بالعقل، والعقل من أهم مواصفاته هو البحث عن السبب والمسبب. فعقل الإنسان ومنهجية تفكيره مبنية على السؤال والبحث عن الإجابة طول الوقت. فالحوار هو أداة مهمة ربنا أوجدها لنا علشان بنقدر نوصل للحقيقة، وبنزداد معرفة وبنروض نفسنا عن اتباع أهوائها وعن سيطرة انتصار الذات، فتتوجد البراهين للعقل والبصيرة للقلب فتتوجد الهداية. فلو اتعلمنا أداب الحوار والجدال الإيجابي هنلاقي نفسنا اتعلمنا دين واتعلمنا تطبيقه، وده اللي بنعمله الملف ده كل يوم، بناخد نموذج لحوار من القرآن ونتعلم منه أداب الحوار والهدف منه. حوار النهاردة هو حوار أم موسى مع ربنا. في الوقت اللي اتولد فيه سيدنا موسى كان في حروب ومعارك بين أهل مصر الفراعنة وقتها وبين بني إسرائيل اللي هم ذرية سيدنا يعقوب، وكان فرعون شاف حلم الكهان فسروه إن في غلام من بني إسرائيل هيتولد، الغلام ده هيكون هلاك فرعون على إيده، فخوفه خلاه أمر بقتل كل الأولاد اللي هيتولدوا. أم موسى خافت على ابنها إن فرعون يقتله، فأوحى ليها ربنا إنها تصنع صندوق وتحط فيه ابنها وترميه في البحر. فكان حوار ربنا مع أم سيدنا موسى بالوحي، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي علي فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أم موسى أم خايفة على ابنها خوف الفطرة الطبيعي، فربنا يقول لها توجيه العقل البشري ما يدركهوش، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. إزاي أم خايفة على ابنها فيبقى الحل إنها ترمي الصندوق اللي فيه ابنها في البحر؟ ربنا في حواره قال لها على 4 خطوات، دول يعتبروا المنهج اللي نواجه بهم الخوف تحت مركزية الله. أول حاجة أن أرضعيه، يعني الأخذ بالأسباب اللي بإيدينا كلها، السعي في حدود القدرة. تاني حاجة فألقيه في اليم، هو رمز إن طالما عملت اللي عليك فارمي حمولك كلها على ربنا، وده معنى التوكل. تالت حاجة ولا تخافي ولا تحزني، اطمن وحارب الخوف والحزن المبالغ فيه، وده معنى الثقة بالله. رابع حاجة إن ردوه إليك، اليقين إن ربنا هيرد لك المفقود على طريقته في الوقت المناسب بالشكل المناسب. 4 خطوات هم آليات مواجهة أي ابتلاء: السعي، التوكل، الثقة، اليقين. كل ده يحقق معاني التسليم، هم دول اللي بيهم بنستشعر اللطف والفرج. احنا دايما بيسيطر علينا شعور ان دي معجزات بتحصل للانبياء، وكأن التوصيات دي ما نقدرش نفعلها لنفسنا، وكأن اللي بنحس بيه كبشر بعيد عن احاسيسهم. ربنا وصف احساس ام موسى، قال سبحانه وتعالى عنها: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فارغا يعني قلبها ما فيهوش حاجة غير الموضوع ده من وجعها عليه، لكن الإحساس ده هدي لما ربنا ربط على قلبها، ودي قوانين إلهية مستمرة مع كل خلقه. ربنا قال على صفة له: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني ربنا بيمنعك عن أحاسيس وبيلطف بيك وقادر يصرف عنك مشاعر في قلبك هتأذيك. فالعبرة مش في شكل الابتلاء، العبرة في وقعه على قلبك. هل ربنا رابط على قلبك ولا لا؟ الحوار ده وضح لنا شروط تفعيل لطف الله في البلاء، وإزاي قلبك ربنا يربط عليه فتحس باليسر في عز العسر. الخوف من المشاعر الطبيعية واللي ربنا صنفه دونا عن كل المشاعر التانية من الابتلاءات. ولنبلونكم بشيء من الخوف، شيء من مش خوف كبير، احنا بقى بوساوس نفسنا وبالشيطان اللي بنوصله الخوف كبير. فالحل ربنا ذكره اللي يوازن لنا بلاء الخوف، وهو: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الرجوع لله ده الطريق اللي حصلنا من إن الخوف يستحوذ على القلب، وتطبيق منهج الرجوع ده بال4 خطوات اللي ربنا أمر بيها أم سيدنا موسى في حواره. ولما بنركز على تطبيق المنهج ساعتها بتتغير القوانين، وده اللي حصل مع سيدنا موسى. اتربى في قصر فرعون اللي بيقتل كل الأولاد، أخدوا عنده ورباه، ومن لطف ربنا بموسى وبأمه إنه برغم إن اللي تبناه حد طاغية لكن تربيته تحت عناية الله. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، نتائج ملهاش علاقة بأسبابها، ودي من أهم قوانين العقيدة اللي عدم فهمها بيلخبطنا.
احنا بنسعى مش علشان نوصل للنتائج اللي احنا عايزينها، احنا بنسعى علشان نستحق ان ربنا يدبر لنا. وتدابير ربنا تدابير خبير عليم، يعلم السر واخفى، عالم احتياجاتك دلوقتي وبعدين وتأثير ده عليك وعلى اللي حواليك، ألا إنه بكل شيء محيط. فمهما كانت النتائج ظاهرها مش على هوانا، لكن في باطنها خير كبير. فكل المطالبين به نتبع الخطوات وبس، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. نمشي ورا الأسباب، واللي يقف نسيبه ونشوف غيره، واللي ماشي بنكمل فيه. وقتها بيحصل التمكين في الأرض. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. والتمكين هو حالة عبارة عن مجموعة صفات من القوة والثبات والصمود والصبر مع الرضا. كل ده بيحصل لما نتبع المنهج الأربع خطوات اللي ربنا وصى بيهم أم سيدنا موسى في حواره: السعي، التوكل، الثقة، اليقين. هم مش مجرد مسميات، كل خطوة فيهم محتاجة تدريب ومجاهدة ويقظة. احنا قادرين ننفذ ايه وعندنا قصور في ايه؟ والمجاهدة دي لازم هتوصلنا لكل معاني الربط على القلب والطمأنينة بإذن الله. نتكلم بالتفصيل عن المعاني دي في حلقتنا النهاردة بإذن الله. النهاردة مع ضيفنا الشيخ أحمد الأزهري من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.